هنا بولاد فايت غرب العاصمة تصادفك طوابير عند مدخل أحد القصابات، طوابير على اقتناء اللحوم الحمراء. الملفت هي الأسعار التي اعتبرتها الأغلبية في المتناول. C'est la deuxième fois que j'ai été ici. Bien organisé, le prix raisonnable, la viande hachée, les côtes, les habras, les habits, ils sont propres, les appareils propres. En tous les cas, j'ai été ici. J'ai été ici, le lham, masha'Allah, Allah sam, khiya, Allah ybarak. Je suis ici, 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 الله يبارك. جي بريفير نشير اللحم خير من الدجاج، شفتوا حاجه مقيه ما شاء الله فروب بزاف يتهلاو. اللحم هذا انا جيت على جالو ما الحجط ولايتي بازا، خاطر جوي هنا مريم كاش وكاين غير هنا في ولايه فايت. اخي ما اليوم ولا غير وصلني خاوتي، هذه تروزيام فوا، هذه تروزيام فوا، هذه ثلاث مره. ملي بدا رمضان. لحوم مستوردة بنوعيها الإسبانية والبرازيلية، والأهم أنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية، قرار من شأنه إحداث استقرار في الأسعار خاصة في شهر رمضان. الدولة دارت لي عليها، جابت سلعة شابة وسلعها وسومة شابة، نهار كومبلي حتى نأذن المغرب. حتى نأذن المغرب وحنا نبيعوه باش نروحوا كي نكملوا كلش باش نروحوا لهم. كل يوم وجوه جديده وكل يوم لي كليون جدد. لا يدو كونتيتي كيلو زوج فوق ما كاش تحت الكيلو. الانواع عندنا نوعين، عندنا نوع تاع مستورد من اسبانيا يجي كيما نقولوا احنا كاركاس، وكاين نوع اللي يسموه كيما نقولوا تاع البريزيل يسموه سوفيد يجي سورجيني. والغلمي ثاني كاين الغلمي ثاني سعر تاعو راه 175,000 مستورد من اسبانيا يجي طازج فري. طريقة الذبح إسلامية، الذباحين جزائريين، بنا نتكلم على كما نقولوا احنا بصفة عامة، حتى ولا احنا دولة جزائرية تستورد لحوم مذبوحة حلال، مش راح تستورد لك ثاني. هنا حبيت نقول لك لابورطاتور ما عندوش حرية يجيب وش يحب، هاي تفرض عليها الدولة باش يجيب لحوم حلال. وكاين بيطاريين، كاين الناس اللي قائمة بالأمور هذه تتابع في هذا الأمور. بعد أن كانت اللحوم الحمراء لمن استطاع إليها سبيلا والأغلبية تتجه للدواجن، اليوم بهذه القرارات باتت اللحوم مقصد العديد، وأملهم أن تستمر العملية إلى ما بعد رمضان.